إذا مشاهدينا هذه المشاهد وثقت من منطقة نهاريا. إذا مشاهدينا وسائل الإعلام الإسرائيلية تشير إلى مقتل مستوطنين اثنين جراء سقوط صاروخ في نهاريا، وهذه المشاهد التي نتابعها على الشاشة إذا ترصد جانبا من المشهد في نهاريا بعد هجوم صاروخي كبير. إذا هجمات صاروخية أطلقت من لبنان وصلت إلى منطقة نهاريا ووصلت أيضا إلى أجزاء من تل أبيب. كان هناك انفجارات في منطقة روش بالقرب من تل أبيب، والإعلام الإسرائيلي تحدث عن 4 انفجارات في مركز إسرائيل، وصافرات الإنذار دوت بشكل مستمر في شمال إسرائيل وفي منطقة تل أبيب. والإعلام الإسرائيلي يتحدث عن هجوم كبير، ضربة صاروخية كبيرة، وأهم الأحداث وقعت في نهاريا، وهناك يتم تأكيد مقتل إسرائيليين اثنين نتيجة هذا الهجوم الصاروخي الكبير الذي أطلق من الجانب اللبناني. وصافرات الإنذار دوت لفترة طويلة إذن في تل أبيب وفي مستعمرات ومستوطنات شمال إسرائيل. نتابع هذه المشاهد التي وثقت خلال هذا الهجوم الذي وصفه الإعلام الإسرائيلي بالهجوم الكبير. نشير أيضا إلى توقف هبوط الطائرات في مطار بن غوريون بعد القصف الصاروخي من الجانب اللبناني. إذن يتم الحديث عن توقف هبوط الطائرات في مطار بن غوريون بعد القصف الصاروخي الأخير. مصادر عبرية قالت أن فرق الإنقاذ والإطفاء عملت في عدد من المواقع جراء سقوط صواريخ على نهاريا. إذن هذه المشاهد من نهاريا، نتابع الحرائق الكبيرة، وقد وصلت سيارات الإسعاف كما نشاهد والطواقم المتخصصة وفرق الإنقاذ التي عملت في مكان سقوط هذه الصواريخ. وتأكيدات إذن عن قتيلان في نهاريا وهما من عناصر مجموعة الاحتياط في المستوطنة التي تم استهدافها. صحيفة إسرائيل هيوم تتحدث عن سقوط صواريخ في أكثر من موقع في نهاريا ومحيطها. أيضا هناك معلومات تشير إلى إصابات، المشاهد التي نتابعها توثق إصابة مبنى بشكل مباشر في نهاريا واندلاع النيران بداخله جراء سقوط صواريخ من لبنان. نشاهد إذن ألسنة الدخان تخرج من المكان الذي طوقته قوات الأمن الإسرائيلية، وهناك إلى جانب القتيلين تشير التحديثات الإخبارية إلى إصابات حرجة جراء سقوط صاروخ في نهاريا. وطبعا اشتعال النيران في مكان سقوط الصاروخ في نهاريا. الجانب اللبناني يعلن أنه أيضا ضمن هذه الهجمات استهدف قاعدة عسكرية شمال مدينة عكا المحتلة برشقة صاروخية كبيرة، وهذه المشاهد العرضية نتابعها إذن من مكان سقوط الصواريخ في نهاريا. يتم استهداف هذه المواقع والمصالح للجيش الإسرائيلي كما يقول الإعلام أو كما يقول البيان اللبناني، وهذه المشاهد نتابعها. وهناك محاولات لاعتراض هذه الهجمات الصاروخية. كان هناك انفجارات في تل أبيب بعد إطلاق حزب الله رشقة صاروخية، كان هناك محاولات اعتراض عدد من الصواريخ أطلقت من لبنان نحو تل أبيب. تأكيدات إلى تشير إلى إيقاف حركة المطارات في مطار اللد بن غوريون وسط فلسطين المحتلة بعد إطلاق صواريخ من لبنان. سمعت أصوات الانفجارات من معظم مدن الضفة الغربية المحتلة إذن بعد أن تم تفعيل صافرات الإنذار في تل أبيب. يدعوت أحرنوت تقول أن الحزب اللبناني يهاجم بالصواريخ أو هاجم بالصواريخ شمال ووسط البلاد في نفس التوقيت. إذن هو هجوم متزامن وهجمات صاروخية. الإعلام الإسرائيلي يصفها
بالعنيفة والقوية، وقد دوت صافرات الإنذار لمدد طويلة، وواضح أن هذا الهجوم هجوم كبير كما تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية. هناك طبعا قتيلين، عدد من الإصابات، والقناة الثانية عشر الإسرائيلية تؤكد أنه لم يسمح بهبوط طائرات مدنية كانت في طريقها إلى مطار بن غوريون بسبب صواريخ من لبنان. كل هذا في الوقت الذي يعلن فيه الجيش بدء المرحلة الثانية من عملياته البرية في لبنان، وطبعا توتر كبير في الجبهة الداخلية الإسرائيلية مع دوي صافرات الإنذار في هذه المناطق التي وصلتها هذه الصواريخ. وقد تعطل العمل كما أشرنا بمطار بن غوريون لأكثر من نصف ساعة إثر رشقة صاروخية كبيرة من لبنان. القبة الحديدية حاولت اعتراض بعض هذه الصواريخ، لكن الواضح أنها فشلت في التصدي لهذا الهجوم الكبير. وهناك الإسعاف الإسرائيلي إذن يعلن رسميا مقتل إسرائيليين اثنين في نهاريا، وأيضا هناك عدد من الإصابات. فرق الإنقاذ وصلت إلى المكان، أيضا فرق الإطفاء عملت على إطفاء هذه الحرائق التي اشتعلت في إسرائيل بعد هذا الهجوم الصاروخي الكبير الذي نتابع تداعياته ونتابع تفاصيله. هذا كله بينما تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى مجموعة من الأحداث التي تصفها بالخطيرة خلال الساعات الأخيرة. وهناك حديث عن محاولات تنفيذ هجمات لتستهدف محطات الطاقة في إسرائيل في حيفا، وهناك إجراءات خاصة أيضا في الأسطول الإسرائيلي، والقواعد العسكرية الإسرائيلية تحت النار، والإعلام الإسرائيلي يصف هذه الأيام بالأيام السوداء في إسرائيل. بعض الصواريخ خلال الهجمات الأخيرة وصلت إلى مقرات تابعة للحكومة الإسرائيلية. التحديثات تشير إلى أن بعض هذه المقرات كانت تعتبر أماكن لاجتماعات لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولكن مؤخرا أصبحت الاجتماعات داخل غرف محصنة في مقر وزارة الدفاع وربما تحت الأرض، لأن هناك تحذيرات من مسؤولين أمنيين كبار لنتنياهو بضرورة عدم الظهور وعقد الاجتماعات في أماكن محصنة. هناك إذن أيضا هجمات على سفن إسرائيلية في ميناء حيفا، وهناك إجراءات استثنائية في مطار رامات ديفيد وفي محيط مفاعل ديمونا وفي مطار بن غوريون، وخاصة في ضوء تزايد هذه الهجمات من الجانب اللبناني التي تصل إلى العمق الإسرائيلي كما نتابع هذه المشاهد التي وثقت خلال الضربات الأخيرة. وحتى نتابع هذه الأخبار بدقة، هذه الهجمات نفذت مساء يوم الثلاثاء 12 من نوفمبر لعام 2024 في ساعات المساء، وكانت الضربة ضربة قوية كما وصفها الإعلام الإسرائيلي. ما تداعيات هذا الهجوم؟ كيف ستسير التطورات خلال الأيام وخلال الساعات القادمة؟ إذن هو تصاعد للتوتر في تل أبيب والمدن الكبرى في ظل ضربات موجعة تطال مصالح الجيش والمقار الحكومية، والإعلام الرسمي يلتزم الصمت، وبينما تعيش الشوارع الإسرائيلية حالة من القلق المتزايد. وهناك إسرائيل تفرض تكتيما إعلاميا على انفجارات تضرب قلب الصناعات العسكرية وأهم المراكز الحكومية، واستنفار أمني ينتشر في كافة المدن الكبرى، والهجمات تصل كما تشير تقارير إلى أعتاب منشآت حيوية في إسرائيل، وضربات هي متتابعة إذن تستهدف مواقع حيوية في إسرائيل.
والمزيد من المواقع الحساسة تتعرض لهجمات متصاعدة، وحالة الطوارئ تعم إسرائيل هي ضربات غير مسبوقة تصل إلى تل أبيب وإلى المدن الكبرى التي تعيش حالة شلل جراء هذه الهجمات المتتابعة. إذن أصوات انفجارات وأبواق الإنذار هي التي تهيمن على المشهد الإسرائيلي، وبالتأكيد سنبقى معكم عبر شاشة سوار نيوز في متابعة كل هذه التحديثات الإخبارية والتطورات الميدانية. فابقوا دائما وأبدا معنا، نحن عينكم على حقيقة الأحداث.